Pardon? هو أخباره إيه دلوقتي؟ مين؟ عزرائيل؟ هو أنا مت ودخلت الجنة ولا إيه؟ إيه ده؟ هو أنت الممرضة بتاعتي؟ أيوة يا حاج، تحت أمرك. اسمك إيه يا شاب؟ إيه يا حاج؟ هنبتدي من أولها يعني؟ تبر قلبي، شو بدك من اسمها؟ معلش يا حليمة، ما هو لازم يعرف اسمها. أنا اسمي زهرة. اسمك حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، حضرتك وانت قاعد غير وانت واقف خالص. انت اكيد ابنه مش كده؟ يا تقبريني، شو ابنه؟ هذا اخي ماجد، يقبر قلبي، طيار قد الدنيا. طيار؟ اهلا وسهلا، تشرفنا. وانتوا بقى مين؟ احنا مراتاته يا حبيبتي. مدام فهيمه ومدام حليمه اختي، يبقوا زوجات الحاج. ما كفايه رغي بقى، هو في البيت رغي وهنا رغي؟ ارحموني، حرام عليكم، انا تعبان تعبان قوي. ما تقولش كده يا حاج، ده انت زي الفل والحمد لله. لا تعبان، واما اقول انا تعبان يعني تعبان. ممكن تتفضلوا بقى. يلا يا مدام فهيمه، يلا يا اختي، يلا بقى. تفضل. مع السلامه. خلونا نسيب الحاج يرتاح. اتفضلي. انا سلامتك يا حاج. طب اسيبك انا الحاج واعدي عليك ان شاء الله كمان شويه. لا لا استني استني، انت خليكي جنبي. ايوه بس انت لازم تستريح. بقول لك خليكي جنبي، مش انت الممرضه بتاعتي؟ ايوه بس انت واخد حقنه منومه ولازم تنام وتستريح شويه. انام ايه؟ هو اللي تشوفك يعرف ينام. بقول لك ايه، اطمني كده ان الباب اتقفل. هم قفلوا عليهم الباب ليه؟ يا مدام ايه لزوم القلق ده؟ احنا اللي قفلنا الباب، وبعدين ممرضه موجوده معاه، جايز تدي له حقنه او بتغير له على الجرح. انتوا شفتوا عيونه شلون طلعت لبره لما شاف الممرضه؟ الله اكبر، احنا ابتدينا بقى وجع الدماغ. السلام عليكم. لا استنى، تعال تعال نشوف بيعملوا ايه جوه. يا جماعه عيب اللي بتعملوه ده، عيب. ممرضه موجوده مع واحد لسه خارج من اوضه الانعاش، هتكون بتعمل ايه معاه يعني؟ النهارده يعني ما قلتش اي 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 اي. لا اي ايه؟ وفي ابر احلى من كده؟ بالشفا يا حاج. الله، احلى كلمه بتسمعها وداني. وبعدين معاك بقى، تعالي بس، رايحه فين؟ تصدقي بالله، لا اله الا الله، انا هخلي الواد منتصر مدير مكتبي يجيب لي كوردر عشان اسجلها لك. دي ولا اغاني ام كلثوم؟ طب يلا عشان لك دي بقى عشان تنام شويه. يلا. لا انام ايه، حرام عليك، ليه عايزه تحرمينا اشوف القمر؟ وبعدين معاك بقى، حد بعدين يخش علينا يسمعك بتقولي الكلام ده يقول عليا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انا هزعل منك، ولو زعلت منك مش هتكلم معاك تاني. حرام عليك، حرام عليك تحكمي عليا بالاعدام. شش، ودي صوتك احسن، بعدين مراتك الاتنين يطبوا عليك. يا ساتر يا رب، ايه اللي جاب سيره ريا وسكينه دلوقتي؟ قول يا حاج، هو انت اتجوزتهم ليه؟ انا اقول لك، من ساعات كده بعيد عنك الواحد تجي له مصيبه من حيث لا يدري، هم دول عاملين زي الرصاصتين اللي صابوني. الا بالحق، هو مين اللي كان عايز يقتلك؟ نفسي اعرفه، نفسي اشوفهم عشان اشكرهم على انهم ضربوني بالرصاص. تشكرهم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ ما هو لولا ضربوني بالنار ما كنتش جيت هنا وشفت القمر. بس باين عليها الصناره غمزت والحاج فرج وقع. ما انا بكلمك عن الطيار، تقولي للحاج يا اختي هتعملي ايه بالطيار؟ حطيلي معاه في الهوا، خليكي تحت جنب الملايين. بس انتي معذوره ما شفتهوش. يا خرابي على عينيه وحلاوته، والله طوله يا لهوي. زهره، ما انتي يا اختي حبيتي جلال قبل كده، خدتي ايه غير وجع القلب والبهدله؟ ماجد غير جلال، اسكتي. طب والحاج فرج؟ مال انا ومال الحاج؟ مش كفايه يا اختي البلوتين اللي هو متجوزهم؟ هنبقى ثلاثه يا اختي. الثالثه ثابته، والراجل فلوسه بالهبل هيعوض صبر خير. لا
ملياش دعوه انا بمشاكل الضراير دي خالص. على فكره بقى، اخوكي لو عارف ان الحاج فرج عايز يتجوزك وانت اللي بتقولي لا هيطب ساكت. عارفه لو قلت له هنكد عليك عشتك، انت عارفاه ديني عينيه ما تملهاش غير التراب. يا اخي انا هقول ولا حاجه، اوضه 13 بترنلي عن اذنك. بقولك يا بت، ايه حكايه اوضه 13 اللي كل شويه ترنلك دي؟ اوضه 13 دي واحده ست مش راجل. بقولك ايه، هتروحي الساعه كام؟ انا ورديتي لغايه بعد الفجر. اروح انا بقى. اقمره، هو في حاجه مضايق الحاج؟ امال احنا جايين ليه؟ الحاج هو اللي بعتنا عشان نشتكي لك. خير، حصل ايه؟ ان احنا ما بدنا هي اللي اسمها زهره، ما بدنا اياها بالمره بالمره. الحاج مش طايقها، مش طايقها خالص. زهره؟ وهي زهره عملت ايه؟ يعني احنا بالظبط ما بنعرف شو اللي ساوته. هو الحقيقه احنا مش عارفين هي عملت ايه بالظبط، بس هي دي بقى اوامر الحاج. ويا ريت يا ست الريسة تشوفي له ممرضة كده تكون من سننا. أنا كنت فاكرة إن الحاج مبسوط معاها. مبسوط إيه؟ لأ لأ، ده مش مرتاح معاها خالص، دي صحته كل يوم في النازل. وهو الحاج ليه ما قاليش حاجة زي كده بنفسه؟ يعني الحج هو مو من عادته إنه يأذي حدا بالمرة بالمرة، يقبر قلبي، بيستحي كتير. وبعدين يا أختي إحنا مراتاته وبنقول لك أهو. وبعدين البركة فيكي بقى. هو انت يا اختي مش يهمك راحة الحاج؟ راحة يا حاج. ربنا يريح قلبك. والله انا مش عارف اشكرك ازاي. ربنا يكرمك. تعبت معايا يا زهر. ما تقولش كده، تعبك راح. ايوه ست الريسة، حاضر الحاج حالا. حاضر. راحة فين؟ ست الريسة عايزاني. عايزاك يعني ايه؟ طب ما اجيلك هنا. تجيلي ازاي يا حاج؟ بقول لك الست الريسة. طب وايه يعني؟ فيها ايه يعني ما الريسة تجيلك هنا؟ انا ما قلت تجيلك يعني لازم تجيلي. معلش هروح اشوف هي عايزه ايه وهرجع لك على طول. ما تتاخريش عليا. حاضر. هتوحشني. تعالي 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 تعالي. صحة فين؟ الحجينة؟ لا صاحي. وما دام صاحي سايباه لوحده ليه؟ تقبريني، وشنو خلاكي تطلعي؟ اصل ست الريسة طلباني. طب يا حبيبتي ما تتاخريش عليه، انت عارفه انه ما بيقدرش يستغنى عنك. لا ما انا رايحه وجايه على طول. روحي يا حبيبتي، هتستلقى وعدها. ايوه يا ست الريسة، انت من النهارده هتنزلي قسم الاطفال اللي في الدور الاول. قسم الاطفال؟ ايه مالك؟ لا ابدا مفيش، انا كنت بس فاكره ان الحاج فرج متمسك بيا. ومين بقى اللي قالك كده؟ ده على اساس ان مفيش ممرضات غيرك هنا في المستشفى؟ لا في طبعا. طب خلاص يبقى تنفذي اللي بقولك عليه. حاضر، بس ممكن اعرف ايه السبب؟ دي تعليمات الاداره. في حد يعني اشتكى مني؟ وبعدين معاكي بقى، انا مش عايزه اقطع عيشك. كتر خيرك وتفضلي بقى، روحي شوفي شغلك بس تحت مش هنا. عارفه مين اللي ورا الموضوع ده؟ مين اللي ورا؟ مراتات الحاج فرج. ليه؟ وانا كنت عملت لهم ايه يعني؟ انا سامعاهم بيقولوا للريسه ان الحاج عايز يغيرك وانك انتي مش مريحاه. ايه الحكايه يا منتصر؟ فين زهر؟ ما جتش تديني حقنه ليه؟ ما انا سالت عليها يا حاج ما لقيتهاش. يعني الظهر تقريبا عندها مهمه تانية اهم مني؟ معقول الكلام ده يا حاج؟ ما هو جايز في مريض تاني حالته خطر ومحتاجين له. خطر ايه بس؟ مش اخطر من حالتي، ده انا الجرح لسه ما قفلش. يا حاج بعد الشر عنك، ده انت الحمد لله دلوقتي بقيت زي الفل. انا بتكلم جد يا منتصر، طول ما زهره بعيد عني انا حالتي زي الزفت. ما هو احنا كمان يا حاج ما نقدرش نشقلب نظام المستشفى. مش شغلي، اتصرف. يعني انت محتاجها قوي يا حاج؟ طبعا محتاجها. بقول لك انا حالتي خطيره، خطيره جدا، الجرح لسه ما قفلش، خليها تيجي تبص على الجرح. لا يا حاج، ما دام حالتك خطيره قوي كده هنديها لك الدكتور بقى. دكتور ايه؟ يا بني ادم افهم، انا بقول لك عايز زهره، حالتي مش هتتحسن الا لما تيجي زهره. الله، انت مش عايز تفهم ليه؟
بعد اذن حضرتك. ايوه يا فندم. ما تعرفيش الاقي الممرضه زهره فين؟ هتلاقيها في جناح الحاج فرج يا فندم. ايوه ما انا لسه جاي هناك ما هياش موجوده. هتبقى خلصت الورديه بتاعتها ومش شكرا. العافيه. انتي طلبتيني يا ست رئيسة؟ ايوه يا زهر، بصراحة أنا آسفة جدا، واضح إن حصل سوء تفاهم وهترجعي قسم الجراحة تاني. ليه؟ هو قسم الأطفال وحش؟ معلش بقى، دي كانت تعليمات وغصب عني. تعليمات مين؟ تعليمات الحاج فرج؟ ولا تعليمات الست فهيمة وحليمة؟ هما فاكريني إيه؟ عبد عندهم؟ اطلعي اطلعي انزلي انزلي؟ لا معلش بقى، أنا بشتغل هنا بضمير احسن من اي واحده بتشتغل في المخروبه دي. مخروبه؟ انت بتقولي على المستشفى اللي بتشتغلي فيها مخروبه؟ ايوه مخروبه، والشغل فيها كمان يقرف. مش كده يا زهره، ما تغلطيش. وبعدين يا ستي هو مين زعلك؟ بعد كل اللي عملتيه في ايه ده مين زعلني؟ تقدري تقولي انت نقلتيني ليه ودلوقتي عايزه ترجعيني ليه؟ ليه من كتر حبك فيا وخوفك على مستقبلي يعني؟ صدقيني يا زهره، انا زي ما قلتلك انا مش بايدي. انا صحيح الرئيسه، بس الكلمة الأولى والأخيرة هنا لزبون المستشفى. أنا بصراحة مش عارفة ليه مدامات الحاجة قالولي إن هو مش طايقك ومش عايزك هنا خالص. خلاص، طالما الكلمة هنا لمدامات الحاج بقى يبقى لمؤاخذة، أنت ست مش مالية مركزك. يا زهرة، يا زهرة، إحنا كلنا هنا تحت أمرهم علشان محتاجين لهم. أيوة بس إحنا ناس عندنا كرامة، والمفروض إن أنت الكبيرة بتاعتنا اللي بتحافظ على كرامتنا، مش بتدوس عليها. عن إذنك. أستاذ منتصر، أنت اللي معادك على السلم كده؟ أعمل إيه؟ مستنيك؟ أكيد خليه أخويا مش جوه. الحقيقة سبت ودادك لوحدها جوه، وبعدين قالت لي إن الشيطان شاط. يلا بينا. على فين؟ على المستشفى. بس أنا واخدة إجازة. أيوه، ما أنت ممكن تلغيه. طب والغيها ليه؟ يعني الحاج رافض اي ممرضه تانيه، ولو رجعت له من غيرك ممكن يرفضني. يعني انت يرضيك تقطعي عيشي؟ معلش انا اسفه يا استاذ منتصر، انا ما اقدرش اجي معاك ابدا. والله انا تعبك معايا، مش عارف اودي جمالك دي فين. تعبك راح يا حاج. منتصر، ادي زهرة 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ليه ده كتير قوي؟ ايوه حاج، يعني في بس مشكله صغيره كده، هي الفلوس اللي معايا بعد اللي انا دفعته الصبح مش هتقضي يا حاج. بلاش الحركات البايخه بتاعتك دي، اتصرف، اديها شيك، استلف. لا مش للدرجه دي يا حاج، كتر خيرك، انت جمالك مغرقاني. هو انت لسه شفتي حاجه؟ يا صباح الفل. كيفك يا مامي يا حجي؟ تي اللي رجعك تاني؟ انت شو جابك لهون؟ ولا اقدر استغنى عنها؟ طبعا تقبرني، ما بتقدر تستغني عنها. مين لك اللي رجعها تاني مره؟ انا اللي رجعتها. وانت شو غايتك من هالموضوع؟ انا حر، كون في علموكوا بقى انتوا الاثنين، انا مش عايز اشوف حد منكوا تاني هنا. بتقول مين اللي مش عايزه يجي عندنا؟ ايوه، استعبطي بقى واعملي نفسك مش سامعه، اعدلي السماعه اللي في ودانك. يلا يلا انت وهي وروني عرض كتافكوا. اخس عليك يا حاج. طب ونطمن عليك ازاي؟ بالتليفون. بايظ معطل. بقول لكم ايه، اعملوا حسابكم، اي واحده منكم هتيجي هنا هترجع البيت تلاقي ورقتها. بالراحه بس يا حاج، دول في الاول وفي الاخر برضو مراتاتك. ايوه مراتاتك، بعد اللي عملوه معاك يا زهره. معلش يا حاج انا مسامحاهم. انا بقى مش هسامحهم. يلا يلا انت وهي هوني بقى، هوني بلاش تباتا. دهون عليك يا حاج، دي اخرتها. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ يلا بقى مع السلامه، خنقتوني. طيب استني انت وهي. نعم. معاكوا 1000 جنيه؟ تبر ايه؟ معايا قد ما بدك. ده انا جايبه فلوس كتير قوي يا حاج، اللي انت عايزه 1000 2000 كل اللي انت عايزه. حلو قوي، كل واحده فيكم تدي زهره 1000 جنيه. شو؟